أحييكم مجددا. قيادة خضراء لرفع مستوى جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة، قمم المملكة الثلاث في العاصمة الرياض أكتوبر الجاري، نتابع. يقلق التغير المناخي مشاهدينا وتسجيل متوسط درجات حرارة تفوق المعدلات المسجلة خلال 120 ألف عام الماضية، يقلق العالم من عدم القدرة على كبح جماح التطرف المناخي. في هذا التقرير نستعرض الأثار الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض لدرجة ونصف الدرجة المئوية وتداعيات الكارثية على سكان الأرض. قبل أعوام قليلة كان الاحتباس الحراري أشبه بشبح لا يراه إلا المختصون في أنماط تغير الطقس والمناخ، إلا أن التطرف المناخي فرض نفسه على أجندة الساسة بعد ظهور إرهاصات غيرت من الطقس وتسببت بحدوث ظواهر طبيعية قد تعصف بمستقبل العالم. تشير معظم التقارير العلمية إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة تدفع نحو تغير مضطرد في درجات الحرارة ليفوق خلال الخمسة الأعوام المقبلة درجات الحرارة المسجلة خلال 125 عاماً الماضية بزيادة تقدر درجة ونصف الدرجة المئوية. يبدو السؤال البديهي في أذهان العديد، لماذا يدق ارتفاع درجة الحرارة ناقوس الخطر عالمياً؟ ويشير الخبراء إلى أن التسارع في ارتفاع درجات الحرارة بات يسجل خلال عقد ما كان يسجله خلال قرن ويزيد، أي أن القدرة على كبح جماح الاحتباس الحراري تقل في كل عام. أما تداعيات ارتفاع درجة الحرارة فهي كبيرة وهائلة، فما حدث خلال عام 2021 من اضطرابات مناخية وحرائق للغابات تمثل مقدمة فقط لما هو أخطر، إذ يتوقع مختصون زيادة معدل الفيضانات بما يزيد عن 70%، ما يعني تشريد المليارات من سكان الكوكب، كما قد يدفع لاستطالة فترات الجفاف في بعض مناطق العالم لتصل إلى 10 أشهر، ما يعني عدم القدرة على إنتاج محاصيل غذائية. كما ستضع زيادة الحرارة بمقدار درجتين العالم على فوهة بركان كما يقول مختصون، إذ ستسجل مناطق الشرق الأوسط درجات حرارة غير مسبوقة تصبح فيها الحياة في فصل الصيف أكثر تعقيداً، كما ستتسبب في وفاة الملايين نتيجة العطش والجفاف. آثار قد تعصف حسب تقرير للأمم المتحدة بالتنوع الإحيائي البري والبحري في المنطقة، وضغط حاد على ميزانيات الدول نتيجة الشح الحاد في المياه والغذاء، ليصبح عيش الحياة والحصول على المياه هدفاً تتنافس عليه الدول وتخوض من أجله الحروب.
وينضم إلينا من مكة المكرمة الأكاديمي ورئيس لجنة اللجنة البيئية العالمية الدكتور فهد تركستاني. أهلا بك دكتور فهد. مؤتمر غلاسكو على الأبواب وهناك مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالتالي الحديث يتمحور حول ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض وآثار البيئية المدمرة وخصوصا على منطقة الشرق الأوسط، ماذا يمكن لهذه المنطقة أن تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا السادة المشاهدين، طبعا لما سيحصل في الشرق الأوسط بإطلاق هذه المبادرة، مبادرة سمو سيد الأمير محمد بن سلمان السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لها داعيات وما أطلقت إلا بعد دراسة وقائمة على هذا الجانب. طبعا من خلال طبعا في بداية الأمر من خلال الثورة النهضية القائمة على مستوى الشرق الأوسط ومستوى المملكة السعودية، سواء كانت من مدن صناعية أو من مصانع وشركات وإلى آخره، في هذا فهناك في تقدم كامل، تقدم تكنولوجي. هذا التقدم التكنولوجي له آثاره السلبية والإيجابية. طبعا الاثار السلبيه واللي هي التداعيات اللي هو ارتفاع درجه الحراره بشكل عام، اللي هو انبعاثات الكربون بشكل عام، زياده الكثافه السكانيه، زياده السيارات، زياده المدن الصناعيه، هذه كلها احد التداعيات المسببه لارتفاع اللي هو ما سبب التغير المناخي. كما ذكر في التقرير هناك عده تداعيات في هذا الجانب، خشيه ان يرتفع درجه الحراره الى اللي هي على مستوى الكره الارضيه الى فوق درجه حراره وتعتبر هي الكارثه، مما سيسبب ما يقال عنه اللجوء المناخي او الملاجئ المناخيه، زي ما في الحروب هناك اللاجئين في الحروب، هنا ايضا اللاجئين المناخ، بمعنى انه هجره السكان او خاصه في المناطق اللي هي تعتبر مناطق زراعيه في اللي هي فيها المراعي الخضراء من خلال الحروق وجفاف الأرض وإلى آخره إلى آخره، هذه كلها مسببات أساسية في هذا الجانب. يعني على سبيل المثال قبل يومين ثلاثة كان هو هناك في اللي هو اليوم العالمي للغذاء، ووصل تعداد المجاعة على مستوى العالم إلى 1 مليار، وهذا عدد يعتبر عدد كبير جدا في هذا الجانب، لأسباب إنه هناك في عملية الغذاء وهو المصدر الرئيسي للإنسان في طيب دكتور فهد، نعم هناك يعني المشكلة تتقاسم دول عديدة في العالم، وهناك دول لها تأثير على موضوع التأثير أو التغير المناخي أكثر من سواها، ولكن منطقة الشرق الأوسط هي مركز الوقود الأحفوري يقول البعض، واقتصادها لم يعد مواتيا أن يعتمد على الوقود الأحفوري، هناك تحميل لهذه المنطقة المشكلة التي يعانيها العالم الآن، أليس ذلك تنصلا من مسؤولية دول عديدة كالدول الصناعية؟ شوف سيدي الفاضل، في قمة الـ20 التي استضافتها المملكة العربية السعودية أطلقت عدد من المبادرات القوية والعالمية، ومن أهمها مبادرة الكربون الأبيض أو الكربون الأخضر ما يسمى في هذا الجانب. وهذه واحدة من المبادرات الكبيرة جدا في تقليل انبعاثات الكربون، وأيضا الاستفادة من المنتج النفطي في تحويله إلى صناعات أخرى أو إلى منتجات أخرى في هذا الجانب. هذه واحدة من أهم المبادرات التي أطلقت في قمة 20
في قمة العشرين. أيضا من المبادرات المهمة جدا أيضا اللي هي المبادرة التي نادت بها اليابان وتبنتها قمة العشرين اللي هو عن التلوثات البحرية من جراء البلاستيك والبلاستيك والآخري والمحيطات. هذه أيضا واحدة من المبادرات المهمة في هذا الجانب على أساس أنه قضية تنظيف البحار من هذه الأمور مما يخفف أيضا في قضية الانبعاثات الكربونية من خلال التحلل وإلى آخره. أيضا المبادرة العالمية التي تعتبر مبادرة عالمية بالفعل وليست شرق أوسطية اللي هي مبادرة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الشرق الأوسط الأخضر التي ذكر فيها سمو الأمير عند إطلاق هذه المبادرة إنه يهدف إلى جودة الحياة، جودة الحياة في كل مضامينها بمضامين اللي هي المسكن الآمن، الحياة النظيفة الخالية من التلوثات. زي ما نحن نعرف إنه الشجرة. بصراحة دكتور فهد، ما المطلوب من باقي الدول؟ لأنه هناك ندرة في المياه في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي ستزيد هذه المشكلة وتتفاقم إذا كان هناك أثار سلبية للتغير المناخي مستقبلا. شوف، بالنسبه لندره المياه، نعم هناك في بالفعل ندره المياه، لكن هناك لا تنسى انه هناك في 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 بدائل اخرى في هذا الجانب معايا. في الان شركات على مستوى العالم قامت حتى بخار الماء استغلته في هذا الموضوع، حتى قضيه البحار استغلتها في عمليه الزراعه. يعني اليوم انا بالصدفه شفت يعني مقطع أثارني في هذا الجانب اللي هي استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة، اللي هي المرشحات خاصة في الرمال والصحاري والأشياء. يعني جابوا الفيلم اللي عبارة عن رمل كامل حطوا عليها الشرائح الشمسية طبعا بتقنية معينة، وعملوا عملية الزراعة تحت هذا. أين؟ في أي مكان؟ هذا في الصين. في الصين. طيب نعم. دعنا نتوقف إن سمحت لي عند هذه النقطة، وسأعود لك دكتور فهد والمشاهدين. لكن حذرت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الأنهار الجليدية في شرق أفريقيا ستختفي خلال عقدين، مشيرة إلى أن أكثر من مليون نسمة من الفقراء سيواجهون ما يصاحب ذلك من أثار مثل القحط والفيضانات والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وربما يؤدي تغير المناخ أيضا إلى انخفاض في 3% في الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول منتصف القرن. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن السيول والفيضانات في جنوب السودان أثرت على أكثر من 700,000 شخص، حيث تسبب تغير المناخ في أسوأ سيول اجتاحت البلاد منذ نحو 60 عاما. وقال ممثل المفوضية في جنوب السودان إن الأمطار الغزيرة خلال الأسابيع الماضية جرفت المنازل وأغرقت الأراضي الزراعية، ما أجبر الأسر على البحث عن مكان آمن في الأراضي المرتفعة. لقي 35 شخصا مصرعهم جراء الفيضانات التي ضربت ولاية كيرلا الهندية، وأدى هطل الأمطار في أنحاء الولاية إلى فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة، وهو ما دفع السلطات إلى استدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان. طيب دكتور فهد، أعود معك لموضوع الطاقة الشمسية، لأنه المنطقة حتى وإن توقفت عن استخدام الوقود الأحفوري، أو العالم بالأصح توقف عن استخدامه مستقبلا، فلديها الشمس المشرقة طوال الفترات العامة وأكثر فترات العام، كيف يمكن أن تستفيد منها كوقود أو طاقة نظيفة؟ وزي ما قلت لك، هنا الصين حطت هذه التجربة الجميلة في قضية الشرائح الطاقة الشمسية في زراعة المناطق اللي تحت الطاقة الشمسية، وخاصة في المناطق الرملية. يعني خصصت هذا المشروع في هذا. بس هو المشكلة زي ما انت تفضلت اللي هو عملية شح المياه. المملكة العربية السعودية كانت مبادرة في هذا، كان في الجانب، وايضا وهذه التجربة وليست وليدة الحاضر، هذه التجربة من أيام الملك عبد الله رحمة الله عليه بدأت، اللي هي الاستمطار الصناعي للشسم للسحب، وعلى أساس أنه زيادة الهاطل المطري حوالي 20% في هذا الموضوع.
وبالفعل في التجربة التي أو المشروع اللي كان قائم أثبتت نتائجها هذا الجانب في هذا الموضوع، لأني أنا كنت عضو في هذه اللجنة، عضو الاستمطار السحب، وأعطت نتائج مبهرة بالفعل. في فبالتالي عملية إذا نجحت المملكة العربية السعودية في 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 مشروعها اللي هي السعودية الخضراء، بالتالي طبعا احنا زي ما بتعاني الدول الاخرى في شح المياه، كذلك الحال بالنسبه لنا نحن عمليه شح المياه، لان نحن معتمدين اعتماد كلي على محطات التحليه والى اخره في هذا الجانب معايا. لذلك الاستباقيه في هذا الموضوع اللي هو في مشاريع اللي هو زياده الهاطل المطري، سواء كانت عن طريق الاستمطار السحب او عن طريق او عن طرق اخرى في هذا الموضوع في هذا الجانب، مما يدفع اي دوله اخرى الى إذن اتباع المملكة العربية السعودية فعلا. إذن هي الاستباقية كلمة السر. شكرا جزيلا لك دكتور فهد التركستاني الأكاديمي ورئيس لجنة البيئية عالمية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، رصد مقطع فيديو لحظة انهيار منزل بأكمله في ولاية كيرلا الهندية بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية. نتابع.